الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، محاضرة إلى طلبة المرحلة الأولى، الدراسة المسائية في الجامعة المستنصرية، كلية التربية، قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، عنوان النبضة العصبية. النبضة العصبية أو معروف بالسيال العصبي، بالحقيقة هي عملية لنقل المعلومات للأعصاب. هذه العملية هي إشارة كهربائية تبدأ كيميائيا. إذن عملية النقل أما بواسطة كهربائية أو عن طريق عضلات إلكترونية بين الأعصاب. الحوافز العصبية في الإنسان تنتقل من 2 إلى 200 ميل في الساعة، ويمكن تشبيه هذا الانتقال بانتقال التيار الكهربائي عند سيارانا في الكيبل الكهربائي بسرعة الضوء الذي ينتقل من 186 إلى 300 ميل في الثانية. إذن هذا الانتقال في جسم الإنسان قدر حوالي 120 مترا بالثانية، أي ما يعادل 432 كيلومتر في الساعة. يمكن أيضا تشبيه هذا الانتقال العصبي بين الخلايا العصبية بانتقال شعلة فتيل في الألعاب النارية. لا بد من توضيح كيف يمكن تنتقل هذه النبضة العصبية، وكيف يتم ترحيلها من خلية إلى خلية أخرى. هذه النبضة العصبية تنتقل من الخلية العصبية إلى أخرى عن طريق استثارة هذه الخلية من خلية أخرى أو من عضو من أعضاء الحس لخلية عصبية تمتلك عتبة تنبيه. فإذا كان هذا التنبيه لها تنبيه قوي عالي، إذن الخلية العصبية تطلق نبضة عصبية لأن تم استثارتها بشكل كافي. أما إذا كان هذا التنبيه تنبيها ضئيلا ضعيفا، لا يمكن لهذه الخلية أن تطلق نبضة عصبية ويقوم ذلك بسلوك وتصرف معين. إذا لابد من أن يكون التنبيه بالشدة المطلوبة أو بشدة أعلى حتى تؤدي هذه الخلية إلى إطلاق نبضة عصبية بشكل كامل. هذه العملية يمكن تعرف بقانون كل أو عدم، أي أن الخلية يمكن أن تنتبه أو لا تنتبه. وبتشبيه هذا الأمر بعود الثقاب، هو أما أن يشتعل أو لا يشتعل. ولغرض توضيح ومعرفة كيفية ترحيل النبضة العصبية بين الخلايا العصبية، لابد من معرفة عمليتين أساسيتين، وواحد التوصيل العصبي. فالتوصيل العصبي هو أقوى مسار عصبي للنبضة العصبية الواحدة، والتي تنتقل على طول محور الخلية ولكن بسرعات مختلفة وفي ضوء عدة عوامل، ومنها سمك المحور، غلاف المايلين، ودرجة حرارة الدم. فكلما كان سمك المحور أو كلما كان المحور سميكا، كان التوصيل لهذه النبضة العصبية توصيلا أسرع. غلاف المايلين، هذا الغلاف يحيط بالخلية العصبية ويعمل كعازل
للخلية العصبية، وهو عبارة عن مادة دهنية تحيط بالخلية. درجة حرارة الدم كلما كانت الحرارة أو درجة الحرارة عالية كان التوصيل أسرع. العملية الأخرى التي يمكن عن طريقها توضيح آلية انتقال أو ترحيل النبضة العصبية هي الانتقال العصبي. يتم انتقال النبضات العصبية من خلية إلى خلية أخرى عبر ما يسمى بالمشبك العصبي، التي تعد ركن الجهاز العصبي في سرعة عمله ووحدته. إذن هذا المشبك العصبي تتنوع الوظائف فيه، فمن وظائفه يقوم بنقل النبضات العصبية من خلية إلى خلية أخرى، ولكن ليس بإمكان كل النبضات العصبية عبور هذا المشبك أو هذه الفجوة. لماذا؟ لحماية الدماغ من الرسائل الغير ضرورية. إذن هنا يمكن معرفة موضوع آخر، وهو النواقل العصبية وأنواعها. بالحقيقة هنالك أنواع عدة للنواقل العصبية. النواقل العصبية، قبل ما نتطرق أنواعها لابد من معرفة ما هو عمل تلك النواقل وما هي. هذه النواقل العصبية هي مواد كيميائية تستعمل هذه النواقل العصبية نقل المعلومات من الخلايا العصبية إلى أي عضو من أعضاء الجسم. وهذه النواقل العصبية تدير عملياتها عن طريق تحفيز لشيء معين أو تثبيط شيء آخر. إذن هنالك نواقل عصبية مهيجة وهنالك نواقل عصبية مثبطة، وبذلك فإن النواقل العصبية الأكثر شهرة هي الناقل السيركولين والنورفرين وأيضا الناقل الدوبامين. الدوبامين هو من النواقل الذي يقوم بوظائفه عن طريق عمله التحفيزي والتثبيطي. إذن يقوم بدورين مهمين هما التحفيز والتثبيط، وهذا الناقل له دور مهم للذاكرة، مسؤول عن السلوك والتعلم والنوم والمزاج والتركيز والانتباه والشعور الناتج عن المكافآت وصحة الجهاز المناعي. ومثل ما نعلم أنه هذا الناقل الدوبامين الخلل فيه والقصور الوظيفي يؤدي إلى بعض الاضطرابات، ومنها مرض باركنسونزم أي مرض الرعاش. الناقل الآخر من النواقل العصبية هو الاستيركولين. الاستيركولين هو أول ناقل عصبي تم اكتشافه، يؤدي دور تحفيزي، فهو يقوم بتحفيز انقباض العضلات ويتحكم بضربات القلب ويحفز إفراز الهرمونات. وفي الحقيقة هناك أبحاث عن أهمية السيركولين في النوم والذاكرة والنشاط أو السلوك الجنسي. أين يقع هذا الناقل؟ في الدماغ في منطقة قرن آمون،
الخلل في هذا الناقل يؤدي إلى أمراض نفسية وذهانية، أي عصابية وذهانية، فاضطراب هذا الناقل يؤدي إلى مرض الزهايمر. الناقل الآخر هو الناقل النور بن برين. النور بن برين أو ما يعرف بالنور أدرنالين، وهو من النواقل العصبية المهمة، ويقوم بدور فعال ومسؤول عن سلوكيات الإنسان أثناء المشاجرة أو الفرار، وهو المسؤول عن التقييم المناسب حالات الخطر وزيادة مستوى نور المبرين في الأوقات الآمنة خصوصا، يؤدي إلى القلق والعصبية. هو من النواقل المهيجة وله أهمية في التنشيط، ومثل ما قلنا أن هذا الناقل يقوم بتنظيم المزاج نحو الزيادة أو النقصان. وهناك نواقل عصبية أخرى يعني إضافة إلى هذه النواقل، مثل النقل الجابا، سوف نتطرق له في محاضرات أخرى. وبهذا القدر نكتفي بهذه المعلومات لطلبتنا الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.